ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي؟ مليحة عاشقها السل والجرب، ماتت بصندوق وضاح بلا ثمن، ولم يمت في حشاها العشق والطرب. هكذا كتب الشاعر اليمني الراحل عبد الله البردوني قصيدته، والتي يتحدث فيها عن صنعاء وكأنه يصور المدينة وما تعيشه من أوضاع مأساوية نتيجة اقتحامها ومحاصرتها من قبل الميليشيات، والتي انقلبت على الشرعية مع المخلوع صالح. استطاع الكثير من الأدباء والشعراء بمخاطبة اليمنيين بجميع فئاتهم بلغة حماسية تستنهض فيهم العز والمجد وتحثهم على رفض الظلم ومواجهة الانقلاب بشموخ وصلابة، وصوروا في قصائدهم وأغانيهم معاناة الشعب اليمني وما يلقاه من انتهاكات من قبل الميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. ما ليس مقبولا ولا معقولا أن يصبح اليمان الحبيب طلولا، أن يشتوي بالنار من أبنائه ويناله منهم أذى وذبولا. وظهرت نماذج كثيرة من الشعراء اليمنيين وكان لهم صدى واسعا في أواسط الجماهير المعبرة عن سخط الشعب الذي لم يعد يتحمل تلك الانتهاكات التي وصلت إلى حد لا يطاق. والحوثيين حالفوا من أجل شي ثاني، والحوثيين حالفوا من أجل شي ثاني. المتأمل لأدوار الشعراء في اليمن يجد تأثيرهم القوي، وكانت الكلمة والقصيدة دورها البارز في المقاومة ورفض الانقلاب. عبد الفتاح غلاب لبرنامج المشهد اليمني.